ازيكم عاملين ايه؟ كات. مش عايزه تاني خلاص. الفتره دي ملاحظين ان انا عماله اختفي واظهر، اختفي واظهر، وشي باين عليه بهتان وكل الكلام ده. بس انتوا دعوني عشان انا حرفيا كل حاجه تربط ورا بعض كده لحد ما انا خلاص يعني انطفيت. ان شاء الله تتحل، ودعوني كتير قوي وانتوا بتصلوا الفجر ان انا ربنا يكرمني. الفيديو النهارده مختلف تماما. الفيديو النهارده انا بتكلم معاكم وبعرفكم عن نفسي اكتر. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كنت منزله اسك على الانستجرام، اكتبوا فيه اي حاجه عاوزين تعرفوها عني، وناس كتير كتبت كل حاجه عاوز تعرفها عني، وانا النهارده طالعه ارد عليها. انا كاتبه الحاجات اللي انتوا سالتوها لي. شهد، انت في كليتي؟ انا مش هينفع اقول انا في كلية ايه عشان مش هينفع اقول. شهد، انت مرتبطة؟ لا انا مش مرتبطة ومليش في جو الارتباط ده عشان بشوف ان هو تضييع وقت. كم عمرك؟ انا عندي 19 سنة لسه تمام في الشهر ده. ليه بتقعدي تقولي في فيديوهاتك هحلق حواجبي والحاجات دي كتير، وبعد كده لما بتحصل الحاجة ما بتعمليش بيها؟ انا طلع في فيديو كنت كاتبة فيه الكومنتات لو تساوي بعدد اللايكات وصلت 70,000 على الانستجرام في الاسبوع ده هحلق حواجبي، ماشي؟ وانا وصلت 70,000 بعد اسبوع ونص، فاحلق حواجبي ليه بقى؟ مش انا كده صح؟ قولولي ان انا صح. انت ليه مش بتنزلي عن فلسطين؟ هقول لكم، انا نزلت عن فلسطين فيديوهين تيك توك، ماشي؟ فيديو طلع ترند جاب مليون، وفيديو تاني ما طلعش. ما ينفعش انزل حاجه على الانستجرام كتير عشان الريتش عندي بيقع كل ما بنزل حاجه لفلسطين. طبعا انا بدعي لهم كل حاجه وبشير فيديوز قدامي وكل الكلام ده، لكن ما ينفعش ان انا اذي اكونتاتي علشان الاكونتات دي هي شغلي. ممكن تحكي بصوتك الحقيقي؟ احكي بصوتي الحقيقي، ده صوتي الحقيقي، ايه ده؟ صوتي الحقيقي. جماعه هنجرب حاجه جديده، ده كده الصوت اللي انا مصطنعه. مش فاهمه ايه مشكلتكم مع صوتي؟ يعني صوتي ده مختلف عن الصوت التاني بكتير. ليه قلعت الحجاب؟ عشان انا مش محجبه. انا كنت بطلع لكم بالحجاب في السوشيال ميديا بس، مش حجاب. انا كنت اصلا مش محجبه وبطلع لكم بالحجاب في السوشيال ميديا بس، والسوشيال ميديا دي اصلا محدش كان يعرف ان انا محجبه غير في التيك توك. اي ابلكيشن كنت لسه عاملاه بعد ما انا كده كده اصلا ظهرت بشعري. برج ايه؟ انا برج الميزان. عندك اخوات؟ اه عندي اخت في تانية ثانوي واخ في ستة ابتدائي. هو انتي ليه اسمك تنة الرسامة؟ تنة علشان انا وانا صغيرة كنت بتفرج على كرتون تنة وانا وكده، ماما كانت بتشوف الحاجات اللي تنة بتكتشفها وكده، علشان تنة دي كانت اذكى واحدة في التيم كله بتاعها، اذكى واحدة في اصحابها، وكانت دايما بتحب تكتشف حاجات جديده. بحب اعمل حاجات كتير قوي، اعمل فانوس، اعمل مدفع رمضان، كنت برسم واروح مسابقات رسم وطلعت مركز اول وطلعت مركز تاني وخدت الكاس في المركز التاني. مركز اول خدت شهاده تقدير، وعندي شهاده تقدير كتير قوي تبع رسم. كنت بلعب كونغ فو، كنت بلعب كرة سلة. انا اللي كنت بروح اقول لماما عايزه اعمل كذا كذا كذا، ماما قالت لي ما تسمي يا شهد نفسك بتنة. فانا اخت قايله فكره حلوه، ايه رسامه؟ ايه رسامه ليه بقى؟ عشان زي ما انا قلت لكم كنت بحب الرسم، وانا بقالي 8 سنين برسم. كويسه. دي طب ليه مش بتورينا رسمك؟ لو عاوزين تشوفوا رسمي اكتبوا لي في الكومنتات دلوقتي يا شهد عاوزين نشوف رسوماتك، وانا هطلع لكم فيديو اوريكم كل رسوماتي اللي انا رسميها من بدايه وانا في رابعه ابتدائي لحد دلوقتي. هتشوفوا رسومات مسخره بتاعه ابتدائي دي حرفيا. ليه بتتكلمي كده؟ طريقتك مستفزه. بصي يا حبيبتي، صوتي في الفيديوهات غير خالص الحقيقه. الفيديوهات انا بحب اضحك واهزر مع الناس، ماشي؟ بحب ان انا بعمل حاجه بحبها، محتوايا كان رسم بعد كده هو اتقلب على فيديوز تمثيل، على فيديوز ضحك، على ليبسينج. انا بحب انوع، بحب اغير، بحبش اثبت على حاجه. في دماغي جه ان انا احكي لكم حاجه مثلا افتح الكاميرا واطلع احكي لكم، انا كده احب اهزر معاكم واتكلم بطريقه نمية. انا شفت صاحبتي النهارده، شفت مثلا انا شفت مرام رمضان بحبها قوي يا جماعه. كيف ان في ناس هتشوفني مستفزه، وناس هتشوفني تافهه، وناس هتشوفني عيله، وناس هتشوفني مش عارفه ايه، بس انا ماليش دعوه بالناس. انا فضلت احسب الناس هتشوفني ازاي. انا مش هبقى معاكم دلوقتي في السوشيال ميديا حرفيا، من كتر اللي انا شفته من ساعه ما دخلت السوشيال ميديا. بتحبي منار قد ايه يا جماعه؟ منار دي انا بحبها قوي. منار من الصحاب الطيبه قوي، وبحب مامتها قوي قوي قوي. تنصحيني نصيحة تحت مسمى ما تغلطيش غلطتي. عاملي الناس على قد حجمها، يعني الناس اللي قدامك مش كويسة
ما تقوليش انا بحبها فهخرج معاها، دي صاحبتي دي حبيبتي انا بحب الهزار معاها، لا مش كويسه ابعدي عنها بجد هيفرق معاكي قوي. يعني ما تبقيش مهتميه باللي قدامك قوي 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 وهو مديكي ربع اهتمام، انت هتتاذي هتفقدي الشغف في شغلك، هتفقدي الشغف في دراستك، هتفقدي الشغف في حلمك، تحس ان انت قليله وانت مش قليله، يعني تستاهلي حد يقدرك. لما انت بتتعاملي مع الناس على قد حجمها هتحس ان الحياه بسيطه وسهله، اصل الحياه صعبه فهتبقى عاوزه الناس تسهلها علينا مش ناس تصعبها علينا. مع اي حد على قد حجمه هتحسي ان الحياه بسيطه وسهله وسلسه. بس كده وبس كده، يا رب تكونوا عرفتوا عني شويه حاجات وحبيتوني اكتر عشان انا كمان بحبكم وبحب اطلع اتكلم معاكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اوكي بحبكم.